المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل الأستاذ صالح زويد. حياك الله أستاذ صالح، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، رحب فيك أستاذ المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. في الصالح، في البداية حدثنا عن جهود الهيئة العامة للنقل خلال موسم حجي هذا العام. أول شيء نتواجد هنا في المشاعر المقدسة، وكل من يتواجد يلاحظ جميع الجهات الحكومية تعمل بتناغم وتكامل، تقدم خدماتها بكفاءة عالية لصنع تجربة مميزة لضيف الرحمن ولضمان أداء مناسكهم براحة واطمئنان، وهذا واجب وخدمة الحجاج شرف كبير ونحمد الله عليه. الهيئة العامة للنقل تشارك في موسم الحج للتأكد من تقديم الناقلين والمرخصين سواء في أنشطة الحافلات أو غيرها من الأنشطة، تقديم خدماتهم للحجاج بجودة عالية ويسر وسهولة. الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل تركز دورها في موسم الحج في التأكد من نظامية المركبات التي تدخل إلى المشاعر المقدسة، سواء الحافلات التي تنقل الحجاج أو الشاحنات التي تنقل البضائع أو حتى سيارات الأجرة العامة. فيما يخص الحافلات التي تنقل الحجاج، يتم التأكد مثلا من حصولها على المتطلبات النظامية لممارسة هذا النشاط. أيضا يتم التأكد من سلامتها الفنية، جودتها، توفر وسائل السلامة وسائل الراحة. إلى جانب ذلك، الفرق الرقابية تقوم بفحص الشاحنات، الشاحنات تقوم بدور حيوي ومهم في دعم سلاسل الإمداد وإكمال العملية اللوجستية. يتم التأكد من نظامية هذه المركبات، أيضا جودتها، أيضا سلامة حمولتها وسلامة نقل الحمولة في هذه الشاحنة وآلية نقلها. إضافة إلى ذلك، مركبات الأجرة، مركبات الأجرة دور رئيسي خاصة الحجاج اللي يقضون أوقات أطول في مكة المكرمة سواء قبل موسم الحج أو بعد موسم الحج ويرغبون بالتنقل بشكل أكبر في مكة المكرمة. يتم التأكد، فرق الرقابية تقوم بالتأكد من نظامية هذه المركبات وسلامتها، وأيضا عدم تهالك المركبة، وأيضا التزامهم مثلا بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، والتزامهم بوجود أعداد الخاص بأعداد الأجرة، أيضا عدم تجاوز هذه المركبة للعمر التشغيلي المعتمد. هناك عمر تشغيلي معتمد لكل نوع من أنواع المركبات، لو الحافلات مثلا لا يتجاوز 10 سنوات، بحيث نضمن جودة هذه الحافلة وسلامتها التشغيلية. المركبة الأجرة 5 سنوات، إذا تجاوز 5 سنوات حتى نضمن أيضا جودتها ومناسبتها. خلال موسم هذا الحج هذا العام، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تم تخصيص 14 موقف للأجرة العامة بحيث نسهل لحجاج بيت الله الحرام حصولهم على هذه الخدمات بيسر وسهولة، ووفرنا أكثر من 1900 سيارة أجرة في هذه المواقف. نعم، حدثني بشكل عملي أستاذ صالح عن حتى تتم عملية الرقابة بشكل جيد، وكذلك أيضا اكتمال الاشتراطات في عملية النقل. والله الحمد لله الوضع مطمئن بالنسبة لعمليات الفحص. هناك أكثر من 200 من الفرق الرقابية في هيئة عمل النقل تقوم بدور رئيسي في عدة مواقع في مداخل مكة المكرمة وأيضا في الطرق المؤدية للمدينة المنورة وجدة والطائف. أكثر من 50 موقع تواجد فيها فرق العاملة في هيئة عمل النقل منذ بداية موسم الحج وحتى يوم أمس، قاموا بأكثر من 167,000 عملية فحص، رصدوا خلالها 19,000 مخالفة، وصلنا لمعدل الامتثال 92%، ومعدل الامتثال طيب. يمكن لأن كانت بعض المخالفات أو معظم المخالفات المرصودة تتعلق بالحصول على بطاقة تشغيل. هذه البطاقة التي نضمن من خلالها نظامية هذه المركبة وتطبيق جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل، سواء كانت في الحافلات أو حتى في الشاحنات. نعم، أخيرا حدثنا أستاذ صالح عن مبادرة انسياب التي دشنها معالي وزير النقل. مبادرة انسياب هي أحد مبادرات الهيئة العامة للنقل التقنية في موسم حج هذا العام،
طبقت العام الماضي، هي وعدد من المبادرات كتجارب قصنا فيها مدى إمكانية التوسع في تطبيق هذه التجربة. تم السنة هذه تدشين النسخة المطورة من مبادرة انسياب، مبادرة انسياب مبادرة تقيس انسيابية حركة الحافلات التي تدخل إلى مكة المكرمة عبر طائرات بدون طيار. تقيس هذه الطائرات 25 مؤشر، سواء حركة الحافلة، معدل انتظارها، سلوك السائق، الانبعاثات الكربونية اللي تصدر من الحافلة وغيرها من المؤشرات، بهدف قياس انسيابية الحركة رقم واحد. اثنين، الاستفادة من هذه البيانات والنتائج في تطوير التجربة للأعوام المقبلة. أضف إلى ذلك هناك مثلا تقنيات جديدة طبقت لهذا توسعنا فيها السنة الماضية، مثل النظارة الافتراضية، وطورنا تجربة طبقت السنة هذه بنسخة مطورة. هذه النظارة ساهمت في اختصار عمليات الفحص بنسبة 100%، من دقيقة واحدة لعملية الفحص بالعنصر البشري إلى 6 ثواني فقط من خلال النظارة الافتراضية. هناك أيضا مجموعة من التقنيات، الهدف أن نوفر تجربة في عمليات الفحص بما يساهم في رفع معدلات الامتثال للشركات المرخصة.